مساء الخير، مساء الخير عليكم اعزائنا متابعي مصراوي في كل مكان، وبث مباشر جديد من الاسكندريه ومتابعه للحادث اللي كنا تابعناه منذ صباح اليوم لوفاه عازف في بئر مصعد منزله من الطابق التاسع. العازف محمد علي ناصر كان يعني فقد حياته في حادث مأساوي في وقت انقطاع التيار الكهربي، وفي نفس الوقت كان في ملابسات هيحكيها لنا وهيكلمنا عنها شقيقه الأستاذ ناصر علي. بنقدم لحضرتك في البداية شكرا جزيلا لله البقاء والدوام، و أتمنى من الله أن يغمده بواسع رحمته إن شاء الله بإذن الله. أرجو حضرتك بس تحكي لنا عن تفاصيل الواقعة وفقا لما ورد من الواقعة. طيب، هو الواقعة حسب شهود العيان، أنا طبعا كنت خارج مصر، وجالي فعلا تليفون جالي تليفون صدمة بالنسبة لي، وبيقول لي إن أخوك محمد اتوفى. انا طبعا يعني فكرت انه يعني الموضوع فيه هزار او حاجه او شيء، يعني بالنسبه لي انا الموضوع يعني مش في الحقيقه، اكيد 100% الموضوع ده بالنسبه لهم شيء يعني جديد، يعني اطفال ومقفول عليهم اسانسير. فهو طبعا بدا يهديهم. محمد انسان جميل جدا جدا جدا، وبدا يهديهم ويهزر معاهم ويضحك، يعني بحيث ان هو ما يخليهمش حارس حارس العمارة. بدأوا يطلعوا فوق وكان في مفتوح، يعني جزء من الأكسجين طبعا ممكن يقل، فكان هو اللهم تغمده بواسع رحمته. كان على المستوى الإنساني يعني هو كان فنان ومشهود بحسن الخلق، يعني اتأكدت منه، مش عرفت اتأكدت منه من الجنازة، يعني الجنازة نفسها كانت مهولة، و يعني قابلت ناس في الجنازه فعلا يعني بيعرفوني بنفسهم وخدوم جدا لكل الناس حتى لو ما يعرفهمش، لدرجه ان فعلا الجيران نفسهم اي حد قابله يقول لي ده انسان جميل جدا 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 ومعاده ووقته، ما بنعترضش على ده، لكن احنا فعلا بنفرض الدعاء للانسان ده فعلا، لان الانسان ده يستحق الدعاء من كل الناس، مش بس من اهله ولا اصدقائه، من كل الناس، اي حد يعرفه فعلا. الناس اللي كانت بتتابع وكانت بترحم بيه النهارده، في ناس اخذت طبعا رد فعل من السوشيال ميديا قبل ظهور البيانات الرسميه. لو حضرتك حابب انك تقول حاجه اخيره قبل ما ننزل. الحادث اللي حصل زي ما انا بالظبط قلته وسردته حسب شهود العيان، ده اللي حصل بالظبط. وانا سمعت كتير جدا من السوشيال ميديا ناس بيقولوا ان احنا او اولاده منعوا الناس يجوا العزاء او طبعا لا، هو محمد ما عندوش اولاد اصلا، فما فيش حد يمنع حد من عزاء، ده انسان متوفي والناس كلهم هم. وفعلا كانت الجنازه يعني مروعه، يعني فعلا الناس كتير جدا 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 في الجنازه، وما حدش ابدا وقف حد انه يجي يحضر الجنازه من المشيعين او يعزي فيه. فالكلام ده طبعا مش صحيح، لو في حد بيقول اي كلام غير ده يبقى مش صحيح. فارجو ان الناس تصحح معلوماتها. انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. خالص العزاء لأسرة الفنان الراحل محمد ناصر، وكنا في اللقاء مع شقيقه الأستاذ ناصر علي اللي سرد لنا يعني تفاصيل عن حياته ويعني ما ورد حول ملابسات الواقعة وفقا لروايات شهود العيان. بنشكر حضراتكم على المتابعة، لنعود إليكم بإذن الله في متابعة جديدة. كان معكم من الإسكندرية محمد البدري.